لقد قلت إذا رزقني الله فسوف أحج عن أبي، والحمد لله أنا أعمل مدرسة في المملكة العربية السعودية، لدي المال، فهل أحج أو أحجج عن أبي أم أعطيه المال وله حرية التصرف، مع العلم أنه فقير ويعول إخوة وذرية؟ نعم، هذا يعتبر من النذر الذي يجب الوفاء به، لأنك قلت إذا رزقني الله فسوف أحجج والدي، فهذا نذر نذرتيه على نفسك، فالواجب الوفاء به. وأما هل يحج هو عن نفسه أو تحججين عنه، فهذا بحسب النية، حسب نيتك. إن كان نويت أن تحجي عنه أنت بنفسك يجب عليك ذلك، لا أن يكون والدك لم يحج حجة الإسلام، فالواجب أن يباشر الحج بنفسه وأنت تزودينه بالمال. أما إذا كان حج عن نفسه حجة الإسلام وهذه نافلة، فأنت بالخيار كما سبق، حسب النية. نعم.